نبدأ بالخبر الأول يا جماعة. بداية من اليوم، واليوم الجمعة 2 جوان 2023، ترجمت مضمون باللغتين الفرنسية والإنجليزية ب20 دينار، والمبادرة هذه جاءت استجابة لطلبات المتعاملين مع السجل والمساهمة في تحسين مناخ الأعمال وتشجيع الاستثمار وتسهيل الإجراءات والمعاملات الاقتصادية الخارجية. وحدد السجل الوطني للمؤسسات معلوم هذه الخدمة ب20 دينار، وفق بيانات نشرها على موقع. وأوضح المصدر ذاته أنه يمكن التمتع بهذه الخدمة عبر إيداع مطلب كتابي عبر المطبوع المتوفر على موقع الويب، وذلك في أقرب مكتب جهوي، والحصول على مضمون مترجم، ويحمل الختم المادي للسجل في أجل لا يتجاوز 48 ساعة. شنو ورايكم في الإجراء الجديد هذا؟ لي راف ماجر، أعطيوني أعدادكم. نبدأ بيك حاتم، شنو ورايك؟ بون، هو مش مضمون، أنا باش أعطيه 10,000 خاطر أنا قاعد نصرف على على السجل باش نعمل ناخو الكارني ليسونس متاعي، جيب لي من السجل أقل من 3 أشهر باش نبدل ليني متاع تليفون. زيب سجل ولا سبالة متاع فلوس، دخل في برشا فلوس، 10,000 20,000 10,000 20,000، هكا يظهروا لك ما تحسهمش. أما كل حسنة، كل خطوة بحسنتها، ولينا معناها دولة مالوريزمون قاعدة تكح هكا تتلفت، تقول لها السلام عليكم تقول لك 10,000. الحالة هذي ولا تركب ستريس وين ماشيين، معناها قاعدين نصفوا اي ليق عن قريب عن قريب عن قريب قاعدين ينزلوا على المواطن. زفير ظهر لي باش تولي 10,000 وشهيق ب 15 دينار. ها شنو رايك انت، مع وضد انه الدوله تحدد 20 دينار معلوم ترجمه المضمون؟ هي خدمه ولا هي خدمه يلزم تكون مقابل. اما الترجمه باللغه الفرنسويه الانجليزيه زعما تصلح لتونس لهنا داخل الحدود، انا في بالي حتى ساعه ساعه تحب تعمل ترجمه باش تاخذ فيزا باش تاخذ كذا خارج البرة، تستعملها البرة، تبدا تستعملها البرة مره في ال5 سنين ولا مره في 6 سنين ماهوش مشكل. اما كما قال حاتم كل 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 خطوه بحسنه، كل خطوه بحسنه، خطوه بحسنه خير من كنت تقول انا بلف مره، فهمتني؟ يولي برشا عاد برشا على الواحد، ما حاشناش بها خويا ترسم اذا باش وليت غاليه كل خطوه بحسنه. سونيا، انت وقت قريت الخبر يبدو لي وردت فيه كلمه تحسين الخدمات. اي تحسين وتشجيع الاستثمار وتسهيل الاجراءات والمعاملات الاقتصاديه الخارجيه. ونطلع بالزغريطه وبعد هذيا نزغرطوا معناها الحمد لله يا ربي. فرجت فرجت تحسن الخدمات، مش هكا تتحسن الخدمات، معناها من المفروض معناها في عالم اللي تنزل هكا تنزل تخرج الورقه اللي تحب عليها، تخرج الواقع اللي تحب عليها وبمعلوم بسيط من نجمه بالكارتة تخلص دينار ولا 2000 فرنك، خطري في الاخر ترجمة ترجمة مكبرها الكلمة ترجمة، هي مطبوعة هي بيدة ولوجيسيال بعض البيانات ولوجيسيال هو اللي يترجم اكزاكتومون لوجيسيال ولا يخلص اكثر منه صحة وطاح في البيرو وطلعوه. أنا وقت اللي نسمع ورقة واستخراج ورقة أنا 4 شهرات وما يقفوا أحد ما عرفت وقرأت على خاطر ما فماش حاجة مدمرتنا حياتنا قد الأوراق البيروقراطية استخراج الأوراق اللي أنت من المفروض في دارك وإلا في بيروك تك تك تنزل على فلسة عندك أمبريمات تخرج الوريقة وانتهى الموضوع. وقتش باش نوفيهم الصف، وقتش باش نوفيهم نجيب الورقة هات الورقة لازيد الورقة، معناها أنت مثلا أو باش نعطيك مثال أستاذ جامعي يمشي باش يجبد يبدل بطاقة تعريف، جيب شهادة عمل في وسط العامة بشهادة العمل 3 أشهر وجمعة، لا يزمع أقل من 3 أشهر عليه بطل ما عادش يقري في الجامعة. يعني بيروقراطية وأوراق واستقرار وزيدهم من فوق 20 دينار، راهو 20 دينار ساشيف. ووقت اللي تبدأ ما فماش تكافؤ بين الخدمة وبين المبلغ المطلوب يا سيدي يبداو شي 2000 فرنك كي تحسهم مش في حقهم، مش مقابل عمل انجز فعلا كما قال لك حاتم لوجيسيال تك تك معناها هذيك المطبوعه وترجمه تصير وتبدلوا البيانات وانتهى الموضوع. بون تبقى اليوم احنا في وارد اني الدوله كان تلقى معناها ما نعرفش كيفاش من الحم تنحي كل فرنك تنطره
نعرفوا اللي نعيشوا في أزمة ونعرفوا اللي الفلوس ما فماش، دونك طريقة أخرى باش نخلصوا البارك نتاع الكراهب. انا حبيت نقول شوف التطور، شفتوا كيف دافع الفلوس، تحكي تدفع 20 دينار و48 ساعة باش تاخذ الورقة، وين هو التطور تحكي عليه؟ وقت اللي أنت تحكي لي على التطور يا خويا ندفع 20 دينار والسرعة وين؟ لا 48 ساعة وباش يقول لك السيستم طايح، وبعد الريزو طايح والسيستم طايح وبعد الآخر غايب وبرا عادي. واضح يا جماعة، بعد نحكيوا على الفيديو ما نعرفش شفتوها.